الأعلى. كذلك من مما تسمو به الأرواح قراءة القرآن، قراءة القرآن. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حافظا للقرآن، ومع ذلك كان لا ينفك أن يرى والقرآن في حجره، والقرآن في حجره، المصحف في حجره يقرأ منه. فيقال له يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فيقول كتاب مبارك جاء به رجل مبارك، كتاب مبارك جاء به رجل مبارك. وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول والله إني لأكره أن تمر علي ليلة أو يوم لا أرى في أنظر فيها في عهد الله، ويقصد بعهد الله القرآن. والمقصود أيها المبارك قيام الليل، صلاة الفجر، ذكر الله، قراءة المصحف ولو بين الحين والحين، هذا كله يعينك على أن تسمو بنفسك، تسمو بروحك. وفيلسوف الإسلام إقبال رحمه الله يقول إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يبق دينا، ولا دنيا لمن لم يبق دينا.